بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. حلقة جديدة من برنامجكم الحرب والسلام في الإسلام. نلتقي مرة أخرى حول أخلاقيات المجاهد، أخلاقيات الفارس النبيل الذي تحدثنا عنه، الذي يثبت أن قضية الحرب هي مرتبطة بقضية الأخلاق التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإسلام. ومن أخلاقيات الفارس النبيل الحفاظ على مقصد العمران. الفارس النبيل لا يهدم في طريقه ولا يدمر ولا يساعد في خراب العمران الذي عمره الإنسان في أي مكان، بل يحافظ على ما أقامته يد الإنسان في أي مكان. إن الله سبحانه وتعالى نعى على هؤلاء الذين تحسب قولهم ظاهر قولهم حسنا وهم في الحقيقة يخربون ويدمرون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. هذا الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو أشد الفساد، هذا مخالف لمقصد الدين النبيل من الحفاظ على العمران. وكما قلنا قبل ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المجاهدين أن يقطعوا طريقا أو يضيقوا على أحد، نهى المجاهدين أن يحرقوا بيتا، نهى المجاهدين أن يهدموا شيئا أقامه أحد، نهى المجاهدين أن يقطعوا واديا أو أن يقطعوا شجرة خضراء. إن الجهاد حفاظ على الإنسان لأنه خدمة لقضية الإنسان، وحفاظ على الأكوان، وحفاظ على خلق الله أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى الفقه في الدين مع قيمة أخرى وخلق آخر من أخلاق الجهاد في الإسلام. نلتقي في الحلقة القادمة من برنامجكم الحرب والسلام في الإسلام. انتظرونا، ننتظر أسئلتكم على صفحتكم على صفحة الفيسبوك الإنجليزية. شكرا لكم.